المريض اللي عنده حصوة يا دكتور وبدأ كورس علاج مثلا مع حضرتك، هل السؤال بقى هنا هو بيجي لك بيحتاج إلى علاج في البداية، ولا هو جاي متدهور والحصوة مبهدلة جدا ولابد من إجراء جراحي فيها؟ حضرتك بتتعامل مع ده إزاي ومع ده إزاي؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، هو للاسف احنا عندنا الناس ما بتتحركش غير لما الدنيا لما الوجع بيمسكهم قوي، لما يبقى الموضوع حصل فيه مشكله او اتخض او كده. اغلب الحصوات ونسبه كبيره من الحصوات بتحتاج علاج دوائي. احنا عندنا مثلا لحد 60% من الحصوات بتبقى اقل من 5 مللي او 6 مللي، فدي فرصه نزولها من الحالب بشكل طبيعي. حتى لو هتعمل مغص او مغص مره او مرتين، فبيبقى بمجرد علاج دوائي والامور بتمشي والقصه بتتحل. في كمان نسبه 15% من الحصوات اللي هي بتبقى البيوريوريت او حصوات اليوريك اسيد الخالصه تماما، دي بتدوب، مش بس بتنزل، يعني هي بتدوب بعلاجات دوائيه، بتدوب في مكانها. طب اسمح لي اقطع كلام حضرتك، انت عارف ان النقطه اللي بتتكلم فيها دي نقطه في غايه الاهميه، وحضرتك يعني هتايدني فيها او هتعترض عليا فيها. كتير جدا من بعض الاطباء بيتعاملوا مع مريض الحصوات على ان هو موضوع بزنس بحت، يعني بيجي مريض، طبعا حضرتك عندك مهنيه في شغلك، فانت في بدايه الكلام في الاول بتقول لي لا انا مش محتاج جراحه، يعني بنعتبرها حرب. بالظبط، وجهه تصورك انت كدكتور. بالظبط. طيب في بعض الدكاتره لا، يقول لك يعني هو مش مستدعي ان هو ياخد جراحه، بس انا بدخلك جراحه. لا هو ده بزنس. بص انا هقول لك حاجه، يعني خلينا نقول يعني مش هقول لك بنعامل ربنا او بنعامل المريض او كده، هي الفكره كلها ان جسم المريض ده هو ده امانه معاكي، تمام؟ هو مريض امن الدكتور ان هو يتعامل مع جسمه او ان هو ياخد قرار في جسمه، دي يعني اصعب حاجه ممكن تامن عليها اي حد، يعني ياخد قرار في جسمه. طيب انا دلوقتي عندي حصوايه في فرصه ان هي تنزل بالعلاج، والعامل الاساسي او الفيصل الاساسي هل الوقت يسمح ان انا احاول بالعلاج ولا الكليه هتبوظ بكره الصبح؟ الحقيقه ان اغلب الحصوات، مش اغلب، ده كل الحصوات بيبقى في فرصه ان انا اصبر بكره الصبح. الحاله الوحيده اللي يبقى مفيش حل غير ان انا لازم اعمل العمليه دلوقتي وافتتها وكده، ان يكون الكليتين على السواء فيهم حصوات قافله الكليتين، فالمريض ده لو ما تحركش دلوقتي هيغسل بعد ساعه او هيغسل بكره الصبح مثلا، تمام؟ لكن طول ما انا عندي حل او عندي فرصه الوقت، يبقى انا لازم ادي فرصه للعلاج، ولازم احنا يعني تمام. انما فكره ان انا اقوم جاي اصدر للمريض حاله من الهلع، لا بكره الصبح لازم عمليه، لا مش عارف ايه، انا شايف ان ده اقرب، لان هو يعني حاجه مش انا بحييك على مصداقيتك في لا دي حقيقة ومهنيتك دي حقيقة. كمان وعلى فكره بالستاتكس كده، لا اكتر من 70 او 75% من الحصوات ان ما كانتش هتنزل او هتدوب، الربع بس اللي هيحتاج تدخل سواء بقى بمناظير او بالتفتيت او بالجراحه او بالليزر او باي شكل. يبقى احنا محتاجين نظره شويه من اي مريض عنده حصوات، انه ما يسيبش نفسه لما يوصل لمرحله ممكن يقابل فيها طبيب يتاجر معاه، يتاجر بشغل تحت مسمى البيزنس، انك محتاج جراحه وهو ممكن ما يكونش محتاج جراحه يعني. بالظبط. فده اللي احنا بنقوله يا دكتور، ان احنا محتاجين على الاقل كل 6 شهور متابعه، مش متابعه بس للكلى والمسالك البوليه، لكل تخصص في الطب البشري، او ما تسيبش الاعراض اللي عندك لما توصل لمرحله، يعني المريض بيجي بقى له يعني شهر بياخد مسكنات. ليه يبقى تحت رحمه المرض وليه انا تحت رحمه دكتور ما عندوش ضمير؟ بالظبط، هو ده المقصود يعني. بالظبط، كلام حضرتك.